مشاهدينا الكرام، ما هي الانطلاقة لشوط الختام؟ مد بعون من الله تعالى وتوفيقه شوط الختام الخاص هنا أيضا بالفطامين. تابع هذا الانطلاق، تابع التحدي، نتابع الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. نتابع هذا الانطلاق، نتابع الصدارة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. سراب هنا بدر بن محمد بن حمدان لوهيبي على الصدارة وعلى المركز الأول. يأتينا الظبي عبد الله بن سعيد بن حمد الهايري على المركز الثاني، ومايهاب أحمد بن مطر بالكوس على المركز الثالث، وفي المركز الرابع شاهين نايع بن راهد بن صيب بن سالم بالشاوي المنطلق على المركز الرابع. ونعود إلى الصدارة، نعود إلى سراب على المقدمة وعلى المركز الأول. سراب بدر بن محمد بن حمدان لوهيبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، والظبي على المركز الثاني. الظبي على المركز الثاني بهذا الانطلاق الجميل، ومايهاب قادم هنا، والتحديات الجميلة، التحديات والسلوم. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. مايهاب، مايهاب الفوز والناموس. تهانينا لأحمد بن مطر بالكوس المركز الثاني. الظبي لعبد الله بن سعيد بن هايري. هناك سراب بدر بن محمد بن حمدان لوهيبي، والتوقيت الزمني دقيقة وأربعة وأربعين ثانية. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين. هكذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام سباق صباحي هذا اليوم، على أمل أن نلتقي معكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. تقبلوا تحيات الجميع وإلى اللقاء.